اهلا حبيباتي، مرحبا بكم في قناتكم. جيتكم اليوم بتدبيره ماشي وصفه على السريع. دونك راني ندير في النيتواياج للكوزينه تاعي، قلت جو بروفيت لي مالا نتقاسمها مع حبيباتي في لا فيديو هذه نبعثها لكم. كاين واحد العفسه، واحد التريك لقيتو شريتو هذا، صدقوني رائع وعملي، والله جد رائع وجد عملي. دونك انايا هنايا انا نورمالمون كي تدخل حاجه تدخل حاجه الولايه، اي ولايه اي بلد تدخل فيها، تدخلها حاجه هكذا دوزان صافي يدخلوا كامل الولايه، 48 ولايه، مش كي انايا تدخل ولايه وحده والولايه الاخرين ما كانش. علاش انا نقول لكم في هذه الهضره؟ بيسك انايا هنا نسكن في الجي، نسكن في الجزائر العاصمه، وهذا العمل اللي شريته لقيتو في اغديس، يعني نهضر على صحاب العاصمه اللي يسكنوا هنا في العاصمه، راهو يتباع في اغديس، ماشي غالي والله، ماشي في جو كوا 18000 ولا 22000. توت فاسون انا شفتو وعجبني، قلت لي مالا ندي نجربو، عجبني شريتو وجيت استعملته في الدار، كي عجبني عاود رحت زدت شريت واحد. دونك راه ما عندي زوج، واحد مخبياتو وواحد نقي به. عنده هاد البوشون هنايا تنحيه، هذا يتنحى وتفرغي له هنايا شويه ليكيد وتنقي به، رائع جدا. انا نعطيكم العفسه تاعي اللي نقي بها، رائعه، ويخرجوا الحيطان دياولي تاع الفايونس ما نديرها لا دال دو سول. وعندي لوفي هنايا تاعي انايا كما راكم تشوفوا اينوكس، والعين لما ننظفوا بهذه الاداه ودارت لها ليكيد اللي راني نقول لكم عليه، يخرج يشعل يبلق يبرق اونجيغي، هذا وين شريته، ويخرجوا اللي يخرج لي الفايونس تاعي، والله صدقوني يشعل شعيل. دونك انا راني خدمه ليكيد راح نقول لكم عليه، هاوليك شوفوا لما خدمته رجع لي كونسونطري، راح يزيدكم. هو اللون تاعو صفر باهت، درت نص قرعه هنا تاع ايزيس، نص الاخر فرغته في قرعه اخرى على النص، ودرت كاس تاع لاتاي خل ابيض، ودرت كاس ماشي معمر، ودرت مغرفه كبيره ملح، خلطت زدت شويه مقيس تاع كاس تاعي ما تكتروش تاني ما، وخلطت مليح وراني نستعمله. وفرغته هنايا في اللوفي تاعي هنايا في القاروره هذه كما راكم تشوفوا، نعبز عليها برك شوفوا ليكيد يخرج ديريكتومون نقي هكذا. وراه راني دايره ليكيد هنايا، هاد ليكيد اللي بريباريتو راهو هنا في العفسه هذه تاع ليكيد القاروره هذه. ما تكونش عندك هذه، يعني انا نستعمل هاد القاروره تاع اللوفي، انا راني نحكي لكم على هاد الاداه، انا حبيت نشارك معكم هاد العفسه. دونك درت لها هاد ليكيد اللي خدمته، والله شوفوا الرغاوي والنظافه اللي يعطيها لكم. شوف راح نمشي معكم غير بالعقل، هلا راح وريت لكم هاد العفسه واش تقدروا تنيتوايو بها، وتاني مليحه كي تعمروها شوفوا راهي عمليه وما شاء الله. نشللها هكذا في الماء بالخف ونعاود تاني نقي نيتواي بها. شوفوا الفايونس تاعي وشوفوا الرخامه تاعي هذه تخرج تشعل شعيل تبرق، ولوفي تاعي عندي البوطاجي تاعي كما راكم تشوفوا في هاد الرخامه، لما نيتوايها ونشفها بقطعه قماش كوتون، هاد لي بايات اللي راهم في الرخامه يخرجوا يبرقوا يشعلوا، والله واحد النظافه واحد الريحه تاني ما شاء الله. باش تطبقوا درت لكم تدبيره على هاد ليكيد اللي خدمته، وتدبيره على هذه خاصه راهي تتباع في المحلات، ونظن ان هذه راهي تتباع في كامل الولايات، راهي عمليه جدا وتساعدك وما شاء الله تخرج لك كلش روعه. هذه هي، حبيت نتقاسم معكم هذا الفيديو. وكاين مازال تدابير رايحه نعطي لكم، انا شفت بنات بزاف يسقسوا كلموني في الخاص قالوا لي ماذا بك ديري لنا لي برودوي اللي تستعمليهم والتدابير، يعني في واش راكي تستعملي في المطبخ ديالك في لادوش. دونك رايحه لي فيديو الجاي ان شاء الله نتقاسم معكم واش راني نستعمل واش راني كيفاش نستعمل لي برودوي تاعي، واش من ماركه، ولكم الاختيار. نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم ان شاء الله خواتاتي، ديروا لي جيم وبارطاج، واللي دخلوا جدد مرحبا بكم، ابونيفو وديروا لي لايك. مع السلامه، تهلاو في رواحكم،
بيزو حبيباتي، مع السلامة.